البقيع زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا جدا عن البيوت عن المدينة. هذا البقيع الذي تراه الآن في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المدينة. كان الذي يأكل ثوم أو بصل ينفى إلى البقيع يعني خارج المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يطيل في الركعة الأولى يقول الصحابي حتى يذهب الذاهب إلى البقيع يعني بعيد جدا عن البيوت أبعد مكان. صلاة الظهر. لكن الآن مع التوسعة أصبحت البقيع قرب المسجد النبوي. ما المصلحة الآن عندنا من أن نجعل المقابر داخل البيوت؟ المصلحة أن نجعل القبور خارج البنيان. المساجد هي التي تكون داخل البنيان. نعم. من الذي بنى المسجد النبوي؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حي أو ميت؟ عندما بنى المسجد هو حي أو ميت النبي صلى الله عليه وسلم كان؟ حي. نعم. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ في المسجد أو في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خارج المسجد؟ أين؟ خارج في حجرة عائشة خارج المسجد. هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل نبي يدفن حيث قبر. هل الآن القبر عندما تدخل مسجد النبوي ترى القبر؟ لا ترى القبر. بينك وبين القبر أكثر من ثلاث جدران. إذا مات إنسان أين يدفن؟ في المسجد؟ أصبحت المساجد لمن؟ أصبحت المساجد للناس ليست لله. هذا مسجد أو قبر؟ لو يوجد عندنا قبر وجاء الناس وبنوا عليه مسجد، من المتعدي؟ من الآن الذي يتعدى؟ المسجد. نهدم المسجد. لو عندنا مسجد وأدخلنا إنسان دفناه داخل المسجد، من المتعدي الآن؟ القبر. نأخذ جميع تراب القبر هذا وندفنه في المقابر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبياء المساجد.
فأنت تريد اللعنة لهذا الميت؟ تتعدى على بيوت الله؟ لا، هذه المساجد الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يعني لا أحد أشد ظلما من هذا الذي يخرب بيوت الله، وأعظم خراب أن تكون أماكن للشرك. Anisan fanibano mosque, easy reason to offend the old man.